أولا الإجهاض هو قتل نفس مهما كان عمرها هذه النفس من يوم، لأن الشائع بينا إن لغاية 120 يوم ممكن، وبعد 120 يوم يبقى حرام. لم يبح أو لم يبح الشارع الحكيم الإجهاض إلا في حالة واحدة، وهي الخوف على صحة الأم فقط، الخوف على صحة الأم، لأن قد يتعارض استمرار الحمل مع الأم، فإحنا عايزين نحافظ على الأصل اللي هي الأم. فهنا الأم يعني هتمرض، يحصل لها أي بلاء، يبقى في الوقت ده نقول نجهض لكن عشان نحافظ على الأم. أما موضوع الاغتصاب، يعني أنا بشكر الأستاذة لميس لما بتقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، شوفي بقى نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية تانية نحن نرزقكم وإياهم. يعني إذا حضرتك ده عملية الاقتصاد والفقر ليس مبررا إطلاقا لعملية الله. احنا عندنا بقى والاغتصاب وزنا المحارم والحاجات دي، لا حضرتك المغتصبة في كلام ان اي لغاية 120 يوم يبقى في اجهاض.